السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم. ويلكم باك تو سكول. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم جميعا، ونبقى دايما متميزين ومتفوقين. إن شاء الله بإذن الله نبدأ الترم الأول للصف الخامس، وبإذن الله يونت 1 هتتكلم عن interactions of organism. في يونت 1 بإذن الله هنتكلم عن في concept 1 المفهوم الأول عن ثلاث موضوعات: plant needs احتياجات النبات طبعا to survive and grow يعني عشان يتعايش وينمو. الموضوع الثاني في concept 1 energy flow in ecosystems ويعني انتقال الطاقة خلال مكونات النظام البيئي. هندرس فيها food chain سلسلة الغذاء، وهنتكلم كمان عن food web عبارة عن شبكة الغذاء. ثالث موضوع في كونسبت 1 اللي هو changes in food webs. ان شاء الله نبدأ النهاردة بإذن الله في البلانت نيدز في أول موضوع في كونسبت 1. طبعا قبل ما نبدأ موضوعنا عايز أقول لكم إن احنا بإذن الله لما نتواصل أو نحرص إن احنا نحضر درس على المنصة ممكن بنسمع الحصة أكتر من مرة، لأنها خلال الأيام بتنزل كمان على قناة اليوتيوب. فبإذن الله نقول لأصدقائنا على ميعاد المنصة ونحضر ونتفاعل معايا على الشات، ولو في أي سؤال مش عارفين ممكن نكتبه على الشات وأنا أرد عليه. كونسبت 1 أول جزء اللي هو بلانت نيدز، تعالوا نشوف مع بعضينا أهداف الحصة. By the end of the lesson, طبعا كل الطالب student should be able to explain the structure of the plant. نعرف ايه الستراكشر او تركيب البلانت. نمبر 2 هنناقش discuss what the plant basic needs to grow and survive. هنناقش مع بعضينا ايه احتياجات النبات الاساسيه علشان ينمو ويتعايش. نمبر 3 هنكتشف discover the importance of each part of the plant. هنعرف اهميه كل جزء من مكونات النبات. نمبر 4 Detect the similarities اللي هو التشابه between both plants and human in their needs. يعني هنعرف أو نشوف أي أوجه التشابه بين احتياجات النبات واحتياجات الإنسان في حصول على الطعام. Number five, detect the differences المقارنة أو الفروق بين plant والhuman in their needs. دي أهداف حصتنا النهاردة إن شاء الله. مع بعضنا يلا بينا. وتفتح الستار. ايه المنظر الجميل ده؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ شايفين يا ولاد الصورة اللي قدامنا؟ ايه اللي قدامنا هنا على الصورة؟ انا عايزة طلابي الاعزاء يشاركوني على الشات. طبعا دي حديقة جميلة كلنا بنروح الجاردن سواء في المدرسة في السكول او عشان نتنزه في اي حديقة، بنلاقي مجموعة من الاشجار زي ما انتم شايفين كده طبعا بيغلب عليها اللون الاخضر. عايزين نتعرف مع بعضينا على احتياجات النبات بإذن الله النهاردة مع بعض يلا بينا. بص عايزاكوا أهم حاجة كعالم صغير بص على الصورة وشوف أنت ملاحظ إيه. تمام. طب Have you ever planted a seed and watched it grow into a plant؟ يا ترى فينا حد في مراحل أولى أو تانية أو تالتة ابتدائي زرع حبوب بين سيد أو أي بذور ذرة مثلا فاصوليا لوبيا ذرة فول؟ يا ترى فينا حد من طلاب الأعزاء معايا فكر إن هو يزرع بذرة ويشوف ايه اللي هيحصل؟ اهم حاجه عندنا ان احنا نلاحظ كل يوم ايه التغيرات اللي بتحدث للبذره. طب فكروا معايا think about what the plant needs. طب يا ترى البذره دي عشان تنبت هي عايزه ايه؟ ايه الاحتياجات او ايه الحاجه اللي انا هوفرها للسيد to grow and survive عشان تنمو ويحصل لها تعايش keep alive تبقى نبات كامل. How do the structure of the plant use water? ازاي النبات هيستخدم ال water, air؟ يا ترى هياخد ايه؟ Which gas plant will use from the air and light to perform the life process؟ يا ترى ايه ال structure بتاع النبات عشان ايه الجزء اللي هياخد ال water؟ ايه الجزء في ال plant؟ Which part will take air
and which gas؟ يا ترى كربون دايوكسيد جاز أو أكسجين؟ يا ترى كمان نفكر مع بعضنا كعلماء صغار كده small scientist light هل important for plant to make life process؟ دي مجموعة أسئلة هنكتشفها مع بعضنا وهنفكر مع بعض ونشوف الإجابات سوا. طبعا هتشاركوني فيها. نبص كده على الصورة هنا إيه اللي بيحصل؟ طبعا لازم نكون أدقاء كعلماء صغيرين إن شاء الله في المستقبل إيه اللي بيحصل قدامنا في الصورة هنا؟ يا ترى ده بيحصل في يوم يومين وغيرها؟ إيه اللي حصل؟ إيه الصورة دي بتتكون من إيه؟ إيه الشكل الصغير وبعدين بيحصل جروث بعد مرور أيام بيحصل نمو أكتر يحصل فيه تغيير في إيه؟ الشكل اللينس هل الشيب هل اللينس إيه الأجزاء اللي بتظهر قدامنا؟ دي هنا potted plant تمام وايه كمان ودي هنا السيد بعد ايام اللي بيحصل كمان يومين او ثلاثه شوفوا هنا لازم نكون ادقاء في الملاحظه في الاوبزرفيشن بتاعتنا ويكون معانا ورقه وقلم ونسجل النهارده يوم مثلا الاحد حصل كذا يوم الاثنين نكتب التاريخ وايه التغيرات اللي بتحصل لازم العالم الكبير او العالم الصغير يسجل كل ملاحظاته على اي مشروع بيعمله علشان يقدر يستنتج ايه اللي بيحدث للنبات في درسنا مع بعضنا يلا نكتشف سوا طبعا الصوره اللي قدامنا هنا فيها برضو سيد وهنا فيه اهو رش ميه spread water حصل germination وبعدين حصل هنا انبات اهو seedling وبعدين في اجزاء بدات تظهر لازم نكون طبعا دقيق في الملاحظه وهنا في الشمس الجميله دي هنا السورس اوف لايت طيب الاكتيفيتي هنا can you explain when you observe opposite figure لما نلاحظ الشكل اللي امامنا هنا في الصوره دي show the steps of growing up دي خطوات نمو البين سيد بذرة الفول to form a new plant علشان تكون لي نبات كامل you can find out يعني نكتشف مع بعضنا what the plant need to grow يا ترى ايه هي احتياجات النبات عشان يحصل الخطوات اللي امامي دي واحصل على اي نبات كامل new plant شايفين طبعا هنا في بعض الليبل هنا في الجزء الاسفل ده تحت السويل roots في بعد كده جزء اخر بيظهر اللي انا بشير اليه stem اللي هو الساق وبعدين بتظهر امامي الليفز وهنا بيكون نيو بلانت يبقى هنا الاكتيفيتي عايزين نشوف ايه الخطوات الستيبس اوف جروينج اب اوف بين سيد تو فورم ا نيو بلانت عشان تكون نبات جديد and you can find it out لو احنا فعلا جبنا بعض بذور نبات الفول وبدانا نزرعها ونشوف ايه البلانت نيدز علشان يحصل نمو للنيو بلانت مع بعضينا نكمل لو في اي تساؤل على الشات ممكن يا اولاد تكتبوا لي وانا هرد ايه عليكم باذن الله تمام في حد عنده اي استفسار هنا في الصوره اللي امامنا اهلا يا لامار برافو عليكي صن شطوره وفي جاردن اكسلنت ووتر اكسلنت اير ممتازه يس اكسلنت بين سيد شطوره ويوسف برافو يا يوسف طب نكمل مع بعضين اهلا بكم جميعا نشوف السلايد بعد كده مع بعض تفتح الستار مره اخرى عن جزئيه جديده نبات كامل new plant تعالوا نتعرف مع بعضينا على ال plant structure how do the structure of plant use water air and sunlight to perform or to do the life process عمليات الحيوية بتاعته to keep alive to grow and survive لكي ينمو ويتعايش تمام اهلا بك يا يوسف اهلا يا هنا اهلا بكم كلكم شرفتوني النهارده. We previously learned that احنا تعلمنا في السنوات السابقه في اولى وثانيه وثالثه ورابعه ابتدائي بعض الامور. When a seed germinate what's meant by germinate
تبدا تنبت. It grows into a whole plant. زي ما نشوف كده النبات الامامنا الكامل بيتكون من one part. No, many parts. ايه اجزاء النبات الكامله قدامنا؟ بصوا كده معايا، في جزء اسفل السويل، الجزء الاسفل اللي انا بشير اليه ده اللي هو عباره عن برانشز تحت السويل، اندر ذا سويل، كله على بعضه اسمه روت سيستم. ممكن تقول معايا اسمه ايه؟ روت سيستم. يا ترى وانا رايح الجاردن بتاعت المدرسه السكول او بتنزل في اي حديقه، هل انا بشوف الروتس اوف بلانت؟ يا ترى مين هيقول لي اه ولا لا؟ يس اور نو؟ حد بيشوف الروت اوف بلانت؟ لو انا زرعت زرعه في قصيص in a pot، can you see the root of plants؟ طبعا لا، لكن ايه الجزء اللي بيظهر امامي وبقدر اشوفه بعيني؟ اللي فوق اللي هو الجزء ده اسمه كله كده شوت سيستم، مجموع خضري. بيتكون من ايه ولاد؟ طبعا اول جزء بيظهر قدامي هنا الروت، طب بيطلع بعد كده ستيم، ستيم اللي هي الساق. طبعا لازم اعرف معنى المينينج اوف وورد، وامسك ورقه وقلم كده واكتب السبيلنج وانا بذاكر، عشان الناس المتميزه بتقرا كويس وبتكتب كويس وبتقدر تناقش. تمام. طب ايه كمان؟ نطلع لفوق شويه. فلاور. ايه تاني؟ فروت. الجزء الاحمر ده عباره عن فروت، ممكن تكون تفاحه مثلا او اي نبات الفروت بتاعته لونها احمر. وليف. تمام. يبقى البلانت هاف، بلانتس هاف روت ستيم ليفز اند سام تايمز فلاورز اور فروت. يبقى في اجزاء اساسيه بلاقيها في البلانت زي الصوره اللي احنا شفناها في اول السيشن، كلها عباره عن اجزاء خضراء. الروت اسفل ذا سويل، اندر ذا سويل سيرفيس، وبعدين الستيم، والجزء الثالث اللي انا بشوفه الليفز. تمام. دي ورقه واحده ليف، لكن الجمع بتاعها البلورال ليفز. ولكن بعض النباتات sometimes you notice have flowers or fruits، يعني ممكن اشوف ازهار. بعض التريز بتطلع ليها flowers، وبعض الاشجار اخرى بيبقى في flowers وكمان في fruits، لكن المين بارتس roots stem and leaves. يبقى الأجزاء الأساسية قدامي في البلانت الروتس أهي بشاور عليها، تمام، ثم الستيم، ثم الليف أو المجمع ليفز. ولكن sometimes you notice flowers or fruits. تمام معايا هنا ولامار؟ في حد عنده أي تساؤل؟ يبقى هنا ممكن يجيب لي في الاكزام drawing ويقول لي label، يعني عايز أعرف إيه أجزاء مكونة للنبات. نقولها مرة تانية: under the soil root then stem ثم leaves. Sometimes بشوف you notice flower flowers اهي اللون الاصفر معايا yellow flower and red fruit. تمام. حد عنده اي تساؤل؟ معايا هنا تمام شطورة. في مين تاني معايا؟ في حد عايز اي يسأل اي سؤال؟ ممكن اوضحه لكم مرة تانية. شطورة يا هنا، اكسلنت يا لامار. يا ريت نكتب اسمنا عشان في بعض الطلاب هنا ما عندهم، يعني مش واضح الاسم. نشوف الجزء التالي يلا مع بعضينا، نشوف كونسبت 1 الجزء الاول plant needs. Again the structure of new plant. A plant هو عبارة عن living organism، كائن حي. احنا عارفين الكائنات الحية ممكن تكون plants animals human، نباتات حيوانات and الانسان like a human. تمام. طب plant needs، يا ترى البلانت بيحتاج ايه؟ انا اول ما بعمل growing او germination للبين سيد بحتاج ايه؟ water، لازم اعمل عملية watering، يعني اعمل عملية رش، اعمل spreading للwater. كمان لازم يكون في وجود sunlight، also air، وهنشوف البلانت بياخد which gas plant absorb from air to make the life process and soil to grow. كمان بيحتاج المكان اللي انا هعمل فيه planting للسيد. يبقى نقول مع بعضينا: ايه البلانت needs water sunlight air and soil to grow as a general،
يعني أنا محتاج المكان اللي هزرع فيه البذرة، هعمل جيرميشن للبين سيد، هعمل سبراي، هعمل رش أو ووترينج ويز ووتر، رش للنبات أو البذرة دي السيد ويز ووتر. هحتاج النبات يكون في مكان فيه sunlight and air، تمام؟ يبقى هنا عرفنا من الـ complete structure of plant، وكلمنا عن الـ plant needs. نقولهم مع بعض يلا: water, sunlight, air and soil to grow. ومين هم الـ living organism؟ هنتكلم عن الـ plants والـ animals والـ human. تمام، شكرا يا لامور، شكرا يا هنا. نكمل. احنا طبعا طلبة شطورة وممتازة، شايفين البنوتة الجميلة دي عملت planting لسيد وبدأت تطلع الجرين ليفز والفلاورز. تمام، نشوف مع بعض الاكتيفيتي. هنا عايزة اعرف بالتفصيل what are the tree needs. tree is a plant. what are the needs. طب look at the opposite figure or picture then put right or wrong. يلا مع بعضينا على الشات هنقرا السنتنس مع بعض ونشوف يا ترى السنتنس دي right or wrong. both human and plant need food and water. why every day to survive. يعني الانسان والنبات ما بيحتاج للايه؟ للطعام، للفود وللووتر. احنا ما نقدرش نعيش من غير الميه، الماء، ومن غير الطعام. يبقى الاجابه هنا يا اولاد right or wrong، انا قلتها وانا بشرح. يبقى هنا الانسر هتبقى ايه؟ right. يبقى both human and plant need food and water every day to survive. to survive means to keep alive. to keep alive. next. تمام كده اللي معايا متواصلين، لو في اي حاجه انا قلتها بسرعه ممكن نقول للمسا على الشات اعيدها مره ثانيه. طيب yes what are the plant needs. oh what is the brown color this part or this area called soil. what is the part of the plant under the soil root. ايه شايفين الاسهم اللي انا بشاور عليها دي water and mineral from the soil. طب ايه الـ above the soil. what about the plant structure stem. stem اللي انا بشاور عليه هنا ده stem. تمام في ايه leaves and sunlight. شايفين light energy. the plant absorb light energy from the sun. كمان مكتوب قدامي في البيكتشر اللي قدامنا كربون دايوكسيد جاز بيدخل للنبات. طب ايه الجاز اللي بيطلع؟ اكسجين جاز. ايه كمان اللي بيخرج عندي؟ جلوكوز او شوجر. طب تعالوا مع بعضينا what does a plant need to survive. طبعا الصورة على فكرة ممكن تقول كلام كتير جدا واتعلم منها. ممكن طالب يتعلم عن طريق الصورة، يعني ممكن يقول لي ايه الكالرز اللي في الصورة، ايه الليفينج اورجانيزم اللي قدامي، طب ايه الحاجة الطبيعية اللي ربنا ادهنا ودي مصدر للطاقة الضوئية للنبات اللايت انرجي. طب what about the gas. انا شايفة هنا في جاز اهو مكتوب كربون دايوكسيد، في جاز تاني خارج come out from the leaf is called oxygen. تمام تعالوا نشوف مع بعضينا when a tree is planted. لما بزرع بذرة عشان تطلع شجرة معينة لنبات ما it begins to grow. هتبدأ تنبت. طبعا لازم اوفر لها هنا السويل واعمل watering from seedling الانبات into a mature tree. طبعا ده take a time differ from plant to another. يعني كل plant بيبقى له فترة بياخد وقت علشان ينمو ويبدأ يظهر أجزائه. depending on some resources. What about some resources. بعض الموارد أو المصادر اللي يحتاجها طبيعية من البيئة اللي موجود فيها. هيحتاج إيه البلانت؟ water. تمام قدامنا إيه أساسية في الصورة تحت، وكمان معاها some mineral دي بتبقى nutrients ربنا وجدها في السويل بيمتصها absorbed by the plant root. كمان air as carbon dioxide gas. يبقى أفهم من هنا the plant while making its food take or absorbs
carbon dioxide gas and in the presence of sunlight. Why? Why plants need water, air as carbon dioxide gas and sunlight? Why? أنا كتبت تحته to make its own food عشان يعمل طعامه بنفسه. والليفينج اورجانيزم الـ only living organism can make its own food اللي بيقدر يعمل طعامه بنفسه حبايبي هو الجرين بلانت to grow and survive. يبقى why the plants need water, carbon dioxide gas and sunlight. يلا نقول كده مع بعض to make its own food. To make its own food, يصنع غذائه بنفسه. Why? To grow, لكي ينمو. And survive. حد عنده أي تساؤل؟ نشوف كده الشات مع طلابي الجمال. تمام. شطور. أنا عايزة برضو الناس تكتب اسمها. ميرسي يا هنا. I love you so much. برافو يا هنا. النبات plant needs soil. بس هنعرف بعد شوية إذا كانت one of the basic needs or not. هنا كبان هو بيحتاج للاير absorb carbon dioxide gas from air. تمام. لامار اوكي. مينرال. What's meant by mineral يا لامار؟ مينرال دي عبارة عن مواد كيميائية بسيطة ربنا بيوجدها في السويل علشان الروت absorb them for plant growth. تمام. يبقى المينرالز اللي هي عبارة عن نيوترنز زي المواد المغذية اللي بتبقى موجودة في السويل. لو هي مش موجودة في السويل يا لامار الفارمر الفلاح بيقدر يغذي أو بيحطها في السويل عشان تبقى السويل مفيدة جدا لنمو النبات for plant to grow well. تمام يا لامار. جلوكوز. يس جلوكوز the one of sugar. Plant form sugar. ده بيديله energy. تمام. Sugar يعني سكريات. نوع من أنواع السكريات. أشكرك جدا أن أنت ملاحظة الصورة وبتسألي على الكلمات اللي فيها. Excellent لامار. يبقى المينر هي عبارة عن nutrients مواد مغذية للسويل علشان البلانت absorb them by roots. وكلوكوز it's a kind of sugar نوع من انواع السكريات. شكرا يا لامار. تمام اوكي. شكرا يا حبيبي. نكمل يا اولاد نشوف next طيب مع بعض. نشوف الستار بتفتح ايه عن ايه. طب check your understanding. عايز اعمل معاكم كعلماء صغيرين young scientists underline the items. يعني هنعمل underline لبعض المكونات that plant needs to grow and survive. يلا مع بعضينا نشوف الصورة بتاعتنا. في قدامي fruits, في air, sunlight, meat, space, a potted plant يعني ده أساس زرع, في water, oxygen, vegetables. يلا نكتب مع بعض على الشات. هستنى معاكم ثواني عشان نشوف ايه الكلمات اللي هحط تحتيها underline يعني هحط تحتيها خط. نكتب الكلمات يعني مثلا meat, space, fruits. نكتب الكلمات. الناس الجميلة اللي معايا منتظرة على الشات الكتابة. هننقل الكلمة من على الشاشة نكتبها على الشات. يلا انا في انتظار ردكم على الشات. sunlight excellent يا هنا. برافو ادي نمبر 1 انا موافقه sunlight. ايه كمان what else؟ yes لامار air. برافو excellent هنا. yes water. ممتازين الناس الجميله دي شطوره يا هنا. كاتبه air وكاتبه water. لامار كتبت air. هنا كتبت sunlight. اوكي What else in بقية الناس؟ Sunlight يا لامار ممتازة. أنا عايزة إن كل أصحابنا يحضروا معانا عشان يبقى في كومبيتيشن تنافس للكتابة على الشات وقول برافو للناس الممتازة معايا. تعالوا كده نشوف مع بعض. Air برافو زي ما قالت هنا. Sunlight تمام برافو إكسن زي ما قالت لامار. Meat هحط له لحمة في السويل؟ ما أعتقدش. Space potted place for growth. Yes. ويا ترى يحتاج النبات water. Need water. Yes. Water. Oxygen. Vegetables.
اه مفيش حاجة تاني. طب نبص بقى كده مع بعضين، يبقى air sunlight و space for growth، ممكن soil، ممكن another place and water. شاطرين، برافو، ممتازين جدا جدا، اشكركم لمشاركتكم معايا على الشات، بسقف لكم سقفة جميلة، ممتازين. طب نشوف مع بعضينا activity. What do already know about plant needs؟ دي تفاصيل أكتر. تعالوا نعمل comparison مع بعض، مقارنة between plants and animals needs to survive. إيه احتياجات النبات واحتياجات الحيوان علشان to survive؟ طبعا عشان يعيش ويبقى على الحياة. أنا ظهرتها مرة واحدة، تعالوا نشوف مع بعضينا. plants to survive plant need، محتاج ايه؟ nutrients يعني مواد مغذية اللي كانت في الصورة اللي سألتنا عليها لامار، زي المينرالز. and water بياخدهم منين يا ولاد؟ from the soil. يبقى الصويل هنا if it reaches يعني غنية بالnutrients والwater plant absorbed by the root. كمان البلانت need air، وشفنا في الصورة ان هو absorb carbon dioxide gas، يبقى takes carbon dioxide gas from air. also sunlight، يبقى نقوله مع بعض، يلا كده مع بعض شطار. nutrients and water from the soil. number two air absorb carbon dioxide gas. number three sunlight. طب تعالوا نشوف الانيمالز. البلانت can make their own food، ولكن الانيمال الفود بتاعه get energy to live and grow. بيقدر يعمل أكله بنفسه؟ لا طبعا، يا إما حيوان بيتغذى على النبات مباشرة أو بياخد غذائه من حيوان آخر. number two we cannot animal plant man or human without water. oxygen gas for respiration، ودرسنا السنة اللي فاتت في respiratory system إن الأنيمال man need oxygen gas for respiration. shelter، what's meant by shelter؟ مأوى، مكان يعيش أو يسكن فيه. دي كده compare between the plant need and animals need. تعالوا نشوف الجزء السفلي. how they get، إزاي البلانت getting the natural resources and make food from simple substance. they depend on some salt، يعني مش بجهز له الاكل واجهزه له كده زي ماما بتعمل لنا اكلنا، او الحيوان يعمل سيرش على الانيمال او بلانت according to how animal feed on، ازاي بيتغذى على ايه. طب البلانت they depend on some salt to get food، فعمليه اسمها ايه؟ عمليه حيويه مهمه جدا، photosynthesis process. ما تيجي نقسم كلمة photosynthesis، تعالوا نقسمها أجزاء، يعني ممكن أقول photo أهي photo photo، وبعدين syn synthesis، ممكن أجيب ورقة وقلم وأكتب الكلمة وأبدأ أقسمها أجزاء. كلمة طويلة محتاجة مني وقت أطول شوية وأقسمها أجزاء، يبقى photo زي photo جاي من photographer، photosynthesis synthesis، بنغمها كده عشان تبقى سهل ان انا احفظ السبيلنج بتاعها. طب it needs carbon dioxide gas، طبعا لازم يكون في carbon dioxide gas for plant to make food. what about animals؟ يا ترى ايه الانيمالز how get their food؟ they get their food from plant، عندي نباتات الحيوانات بتتغذى عليها مباشرة زي الكاو، الدونكي، الهورس، البافلو، but some birds، ولكن في animals بتتغذى على حيوانات اتغذت أصلا على النبات زي اللايون بيتغذى على الدير اللي اتغذت على البلانت، يبقى بيجد الطعام بتاعه من النبات سواء دايركت او اندايركت، مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي. they don't need carbon dioxide gas. animals man take in oxygen gas for respiration and give out carbon dioxide gas. so animals خليكم معايا don't need carbon dioxide gas.
تمام؟ إذا most animals move to search food، لكن ما فيش بقى plant ألاقيه ماشي بيتمشى كده في مكان بيدور على الأكل بتاعه، لأ ده هو بيبقى موجود في مكانه في اللي هو بيحصل له فيه growth، absorb carbon dioxide gas from air، take nutrients and water from the soil and the presence of light energy from the sun. يبقى هنا في الشاشة اللي قدامنا عملنا comparison between plants and animals في نقطتين، ايه هما؟ how plants need to survive getting food، ال substances need to make food، ايه بيحتاج ايه؟ والعملية اللي بيحتاجها النبات عشان يعمل فيها الطعام بتاعه food اسمها photosynthesis process. ولكن الانيمالز بتبحث بتجري بتتحرك من مكان لاخر to search for food. ايضا بيحتاج بعض المواد الطعام الفود water oxygen gas shelter، تمام، اللي هو المأوى اللي بيعيش فيه. هل عندنا حد من طلاب المتميزين معايا على الشات محتاج اي سؤال؟ في طالب معايا جميل بيجاوب بس انا مش عارف اسمه، انا هقول له هنا اكتب اسمك، هكتب له كده رسالة عشان اي انده باسمه. ماشي معايا شطار، طبعا فارس كاتب كربون دكسيد جاز، برافو يا فارس. طبعا is very important for plant، لامار كاتب oxygen، sure for animals and man، تمام ممتازين. هنا كاتب space for growth، مكان للنمو. هنا كاتب water، ممتازة يا هنا. طبعا هنا بتقصد هنا لو قلنا water موجودة في plant وموجودة في animal، برافو يا هنا. هنا كاتبه from plants، تقصد هنا ان some animals depend on plant directly to get their food. شطوره يا هنا. هنا كاتبه لي زبرا، it's an animal feed on plant directly. ممتازه، اشكركم جميعا على مشاركتكم على الشات معايا، ده تفاعل ممتاز منكم. نشوف ايه الجزء التالي، لو في اي جزء فاتنا واحنا مثلا ما لحقناش نفهمه كويس او ما خدناش بالنا، ممكن بنعمل اعاده لتشغيل الحصه مره ثانيه ونسمعها اكتر من مره فنستفيد من الحصه، ويبقى عملنا accept للobjectives بتاعت الدرس. some wrong right concept about plants need، يعني في بعض المفاهيم الخاطئه والصحيحه عن احتياجات النبات. تعالوا نشوفها مع بعض. A wrong concept. قال لك هنا ان plants like human and animals need oxygen gas only. لا طبعا. لا ده مفهوم خاطئ. النبات بيحتاج مع الاكسجين gas for respiration. طبعا النبات بيتنفس. ولكن to make food need carbon dioxide gas. Not oxygen gas only. كمان في مفهوم اخر يعني بقى فيه misunderstand عند بعض الاولاد، ان all plants need soil to grow. طبعا هي soil مهمه for planting seed، ولكن مش كل النباتات بتنمو في soil. طب ايه بقى right concept، ايه المفاهيم الصحيحه؟ ان plants need carbon dioxide gas that absorbed by the plant from air and produce oxygen gas في العملية اسمها ايه؟ life processes photosynthesis process، عملية بناء اللي يسموها بناء، لان plant make their own food، واللي يسموها photo لانها بناء ضوئي. photosynthesis process means عملية البناء الضوئي، لان plant absorb sunlight one of the important plant needs to make food. تمام؟ ايه كمان right concept معانا؟ many plants need soil، يعني عديد او الاغلب من النباتات بتحتاج soil for growth. the seed عشان البذور تبدا تنبت، تعمل عمليه germination، يطلع الجزء الصغير الاول من النبات. and some plants don't. هنشوف ازاي؟ تمام؟ حد عنده اي تساؤل يا اولاد في ال wrong concept او ال right concept؟ نقول كده yes or no على الشات، ولو في اي تساؤل ممكن تكتبولي على الشات. ازيك يا ميرام؟
أهلا بيكي، أهلا بيكي. أنا كده سعيدة إن أنا عرفت اسمك. أهلا بيكي حبيبي، نورتوني. تمام، yes برافو يا هانا، excellent. maybe هانا watch videos or in her home some plant هانا grows it them in water. excellent يا هانا، ممتازة حبيبي، شاطرة، برافو. هنشوفها مع بعض دلوقتي. أشكرك جدا. طبعا اللي عنده أي معلومة عن درس قراه أو سمعه أو شاف يعني أي سورس لمعلومات في سنوات سابقة ممكن يكتبها معايا. Plants and human، النبات والإنسان. تعالوا هنا برضو نعمل comparison between plants and human. إيه similarities والdifference؟ similarities يعني إيه التشابه ما بين البلانت والهيومن؟ قال إيه؟ Both plants and the human need water. كل من الإنسان والنبات بيحتاج للماء. And the air to grow and survive. طبعاً air بالنسبة للplant carbon dioxide gas for making food. الair بالنسبة للإنسان to keep alive oxygen gas. طب what about the differences? What's meant by differences? يعني الفروق، الاختلافات. Number one. Plants need nutrients، قلنا عليها المينرالز اللي بتبقى موجودة في الصويل. And they get them from the soil، بيحصل عليها من الصويل، سواء هي موجودة naturally، موجودة طبيعيا في تكوين التربة، أو الفارمر بيعمل لها spreading وبيعمل watering، فبيغذي بيها التربة عشان البلانت absorb them. Number two. Plants make their own food through إيه العملية اللي بيقوم بيها النبات to make its own food? Photosynthesis process in their leaves. يعني مين المكان? What about the structure? Part of the plant structure make photosynthesis process. فين الفاكتوري المصنع بتاع تصنيع النبات لطعامه. تمام? Leaves, green leaves. طب what about human? Human need nutrients، مواد مغذية. بناكل fruits، بناكل vegetables، بناكل meat، يعني بناكل variant kinds of food، أنواع متنوعة من الطعام. Carbohydrates, sugar, fats, protein to get energy. يعني إنسان بيحصل على طعام متنوع عشان يجد الطاقة الـ energy to do activity. And they get food from الهيومن هنا يا أولاد بيجد الطعام بتاعه إما من الـ plant and animal. يعني أنا باكل خضروات وفاكهة. دي plants. كمان باكل meat, chicken, fish. دي حيوانات. To survive and grow. يبقى الرول الأولاني اتكلمنا عن similarities. يعني كل من both of the plant and the human need water and a gas. يعني الاير هنا كده اير ما حددتش for plant قلنا من شوية need carbon dioxide gas to make food in photosynthesis process while for human need oxygen gas. ولكن هنا مكتوب اير means هو محتاج الهواء. كل كائن حي هياخد الغاز which is very important for grow and survive. وكمان اتكلمنا عن الاختلافات. قلنا البلانت make their own food from simple substances make photosynthesis process. وقلنا ان الانسان الهيومن بياخد النيوترنتس عشان to get energy يا اما من البلانت أو الأنيمال. طبعا إحنا بنحتاج الاتنين، يبقى plant and animals. باخد الطاقة بتاعتي إما عن طريق تناول النباتات واللحوم سواء meat أو chicken أو fish. حد عنده أي تساؤل عن التيبل اللي أمامنا؟ إحنا هنا عملنا أوجه التشابه والاختلاف ما بين النبات والإنسان. plant and human. أوكي، شكرا يا ميرام. طب نشوف بعد كده يا ولاد هنتكلم عن ايه. طلابي الاعزاء الشطار اللي متفاعلين معايا على الشات، اشكركم جدا. Plant needs to grow as healthy plant.
طب تعالوا بقى نتكلم في التيبل الفارغ أمامنا قدامنا ده empty table. تعالوا نسجل مع بعضينا ونكتب على الشات معايا ايه الـ basic plant needs، ايه احتياجات النبات الأساسية، وفي not basic plant needs، في بعض المكونات أو الاحتياج للنبات ولكن مش أساسية. أنا اتكلمت إن في مواد أساسية، يا ترى مين أول واحد أو طالب أو طالبة هيكتبوا لي على الشات إيه احتياجات النبات الأساسية اللي من غيرها ما يقدرش يعمل الفوتوسينس بروسيس، لكن بيها يقدر يعمل عملية الفوتوسينس بروسيس جرو ويل. يلا شطار، أنا عايزة أشوف، أنا أعمل سيرش على الشات مين كتب إيه الاحتياجات الأساسية. ميرسي يا هنا، أشكرك، انتي سكر خالص، ثانكس الوت، شكرا ليكي على كلماتك الرقيقه. يا لامار، بيزك يا لامار معناه اساسيه، يعني كان نوت جرو كان نوت سرفايف ويزاوت ذم. فارس، برافو يا فارس، اشكرك، اكسلنت، برافو فارس، كتب برافو، اكسلنت، هايل، اشكرك، تمام. تعالوا نشوف فارس كتب ايه، كتب ووتر. تعالوا نستعرض مع بعضينا المكونات الأساسية that a plant need، basic plant needs، نشوفهم مع بعض. هم ظهروا مرة واحدة. Number one sunlight، وكانت واضحة قوي في الصورة اللي قدامنا. Water from the soil، carbon dioxide gas from air. يبقى sunlight as a source of light energy for plants، ودي حاجة أساسية. Number two water، where the plant absorbed them from the soil. Number three carbon dioxide gas that absorbed by the plant leaf. طب إيه المواد اللي مش أساسية not basic plant needs؟ نشوف كده مين الممتاز اللي كاتب. شكرا ليكي برضو يا لامار، أشكرك يا حبيبي، الناس الجميلة اللي بتكتب على الشات أشكرها. وفارس، إكسلنت يا فارس، ممتاز، أنا بحب الطلاب بتوعي يتفاعلوا معايا على الشات، بحس كده إن أنا قاعدة معاهم في الكلاس مش قاعدة لوحدي، تمام. برافو يا فارس، كربون دكسيد جاز، ودي الإيه نفس المكونات اللي أنا أظهرتها على الإيه الشات اللي على الشاشة. لامار كاتبة إيه؟ وهنا كربون دكسيد جاز، لامار، مريم، مريم برافو يا مريم، شطورة. تعالوا نشوف يا أولاد إيه هي النوت بيزك مع بعض. سويل، لأن في حد من طلاب الجمال كتبت إن عندي plant grow in water، ممكن أجيب فازة صغيرة يعني قارورة صغيرة كده إزاز أو كوباية كاب وأزرع فيها بعض النباتات في المية. أكسجين جاز، يبقى البلانت don't need oxygen gas for photosynthesis process. وشوجر، أنا قلت إن الأكسجين جاز والشوجر في الصورة لما سألتني لامار إن دول products يعني نواتج بيخرجوا من البلانت after making photosynthesis process. Forest، هل محتاجة غابة من أشجار، من يعني أشجار في غابة؟ طبعا لا. يبقى sunlight دي مهمة قوي، water and carbon dioxide gas. شكرا يا هنا، هي طبعا يا هنا soil ممكن تكون space for growth ولكن not all plants، يعني ممكن أعمل في البداية growing للplant في طبق صغير، في كوباية صغيرة بلاستيك، وبعد كده ما يبدأ يعمل growth أنقله للsoil، يبقى هي not basic. معايا هنا؟ مساء الهنا. نشوف اللي بعد كده مع بعض. يلا شطرة، عشان في مجموعة أسئلة وأشوف بقى التنافس في الإجابات مع بعض. طيب بيقول لك هنا give reason، يعني قول لي السبب why soil is not basic plant need. ليه؟ because some plants don't need soil to grow. زي ما قلت من شوية في حد من طلاب الجمال قال إن plant can grow in water، بعض النباتات بتنمو في الماء. بصوا كده معايا، plants grow in water only، تنمو في الماء بس، زي نبات الليلي plant خدته في سنة رابعة. plants grow on some rocks in air، plants grow
on other plane بيتسلق على بصوا هنا يا أولاد أهي glass has water and you can grow the plant in it زي ما أجيب كده مثلا بصلاية وأحطها في البرطمان وأبدأ إيه أزرعها plant grow in air مش في الهواء كده معلقة ولكن على صخور في plant grow on another plant يعني بيطلع فوقيه يتعلق عليه ماشي وينمو فوقيه طيب نكمل plant leaves تعالوا نشوف ورقة النبات الأخضر الجميلة شايفين هنا source of water اهو رشاش وفي sunlight وفي potted three potted pots تمام واخدين بالكم ان هنا length of leaves shorter بدأت تطول شوية بدأت تطول أكتر تعالوا نشوف plant leaves بتعمل إيه plants make their own food on in their leaves في مصنع جوه النبات مين هو المصنع اللي بيعمل أكل النبات making plant food green leaves في عملية اسمها إيه photosynthesis process والplant produce ايه يا ولاد sugar اللي احنا كان في الصورة مكتوب glucose a kind of sugar نوع من انواع السكريات this sugar بيعمل ايه بيعمل supply or provide it with energy يعني انا محتاج كبلانت energy عشان اقدر اعمل absorb للwater from the soil تمام يبقى نقول تاني plants make their own food in their leaves through a health process photosynthesis process عملية البناء الضوئي البوينت التانية النبات بيصنع نوع من أنواع الشوجر وده بيعتبر له source of energy for plant growth حد عنده أي تساؤل ليه على الشات يلا عشان وقتنا الجميل بيمر بسرعة ميرسي يا هنا أشكرك جميلة طبعا هو في تكرار لبعض الاجزاء بس بنأكد ان العمليه اللي بيقوم بيها النبات بصوا الصوره اهي قدامنا اللي كررت من شويه هنتكلم بقى هنا عن الروت والستيم يبقى اتكلمنا عن الليفز ده الفاكتوري اور اوف ميكينج فور ميكينج بلانت فود طب يا ترى الروت والستيم مهمين طبعا مهمين من مكونات الاساسيه ذا مين بارتس اوف ذا بلانت طب استراكشر Plant's root بيقوم بإيه؟ أنا قلتها absorbs water أهي بشاور عليها تحت and nutrients اللي هي مكتوبة هنا minerals اللي سألتني عليها لامار بياخدهم منين؟ من السويل يبقى إيه الفانكشن أو الأهمية للروت؟ absorbs water and nutrients from the soil يعني ممكن الميس تسألني إيه الimportance أو الرول of the plant's root؟ هقول absorbs water and nutrients from the soil وبعدين بيروحوا فين؟ They pass from the root to the leaves مين بيوصلهم للليفز؟ مين اللي في النص ما بين الروت والليفز؟ الجزء اللي أنا طالع عليه ده اللي هو الستيم يبقى الستيم اللي هي الساق بتعمل carry hold بتحمل transfer water and nutrients من الروت إلى الليفز. تاني الستيم وظيفته إيه؟ carry water and nutrients من الروت إلى الليفز. تمام؟ ويعمل هنا توصيل للمواد المغذية والمية من الجذور إلى الجزء الأخضر الجميل اللي هيقوم بعملية الفوتوسينس بروسيس اللي هو الجرين ليفز يبقى تاني plants root absorbs water and nutrients from the soil طيب and then they pass transfer from root to the leaves مين هيوصلها من الروت للليفز الستيم تمام يا ولاد حد عنده أي سؤال نكتب كده شوف الشات بتاعنا حد عنده أي سؤال شكرا ليكم نو دي يعني قولي لي أوكي يا مس اوكي نكمل يلا بينا How do root stem leaves help the plant to get food بصيغ الجزء ده بطريقه تانية ازاي بيقوم كل من الروت والستيم والليفز يساعد النبات عشان يحصل على طعمه يبقى دي المين ستراكشر اوف ذا بلانت قلنا الروت والستيم والليفز and some
plants has flower and fruits. تمام، الرسمة دي لازم نعرف الليبل. أنا عاملة هنا في صورة تيبل كده مقارنة البلانت ليفز. يلا نقرأ معايا. Plants make their own food in their leaves. يبقى ده المكان اللي بيقوم فيه النبات تصنيع الطعام through photosynthesis process. وبينتج نوع من الشجر to provide it with energy needed for growth. دايما لما اذاكر اعمل كده سمري للجزء اللي انا ذاكرته علشان اتاكد ان انا اتقنته كويس. طب الروت والستم؟ Root absorbs water and nutrients from the soil and then they pass from the root to the leaves through the stem. طبعا دي قلناها بسرعة علشان احنا عرضناها بطريقة اخرى من دقائق. نكمل يا حلوين. طيب check your understanding. Classify the following items into basic needs for photosynthesis process and not basic plant needs for photosynthesis process. تعالوا يلا مع بعضينا نشوف ايه المواد الأساسية. يلا نشوفها مع بعض. Number one هختار water. ايه اللي بعدها؟ Sunlight. هختار الأكسجين؟ لا. Sugar؟ No. Forest؟ No. طب يا ترى ايه؟ كربون دايوكسيد جاز. ايه النوت بيزك؟ هيبقى الاكسجين جاز، شوجر، فورست. يبقى دي المكونات اللي هو مش محتاجه في عمليه الفوتوسينس بروسيس. طبعا بما اننا استعرضناها قبل كده فبنقولها ايه بسرعه. تعالوا بقى نشوف الاسئله مع بعض. يلا بينا. احنا بقى هنجاوب كده يبقى في تنافس جميل على الشات بالاجابات. يلا choose from column B what suits in column A. يعني زي match column A في sunlight, soil, water, oxygen, gas. B letter A absorbed by roots of the plant is necessary for plant growth. Letter C is not a basic need for plant growth. ولازم نخلي بالنا من الكلمات اللي ممكن تكون صغيرة كده في النص. D, a gas which produced during photosynthesis process. E, a gas which is the plant uses during photosynthesis process. يا ترى number one هتبقى الانسر of A, B, C, D or E. يلا كده نشوف. هنكتب يا ولاد. Number one واكتب الليتر الانسر بتاع الخاص بيها. يلا طلاب الشطار. يلا يا لامار. اوكي يا لامار. اوكي يا هنا. ممتازين. نشوف كده نمبر 1. يلا مع بعض. نمبر 1 نشوف إجابة نمبر 1. Sunlight is necessary for plant growth. ودي من البيزك نيد. تمام. نمبر 1 هنا جاز. ناخد من كولم A ونودي النمبر عند كولم B. تمام يا ولاد. أوكي نشوف نمبر 2 soil. يا ترى الإجابة هتكون إيه؟ هختار لها إيه الإجابة من كولم B؟ شكرا ممتازة يا لامار. طب سويل. يلا أنا مستنية ثواني كده عشان أشجع الناس تشتغل معايا. Yes is not a basic need for plant growth. ممتازين. Number 3 water. يلا ها خلاص أنا مش هبص تاني البي و سي. عندي A D or E. يلا is absorbed by root of the plant. بيتم امتصاصها عن طريق جذور النبات. Number 4 oxygen gas. فاضل D أو E. هو gas produced from photosynthesis process. Yes هي دي الإجابة. ممتازين الناس الجميلة اللي بتجاوب معايا على الشات. برافو هيلين. ممتاز يا فارس ولامار. اكسلنت هايلين كلكم. ومريم اكسلنت. حد كاتب لي سي سي. برافو ممتازين جدا اشكركم. نشوف سؤال تاني. يلا عشان وقتنا الجميل بيمر بسرعه. كروس اوت ذا اوت وورد. يعني هنطلع الكلمه المختلفه من مجموعه الكلمات. نمبر 1 كربون دايوكسيد جاز، ووتر، اكسجين جاز، سنلايت. يا ترى ايه الكلمه هنا المختلفه اللي مش ماشيه مع بقيه الكلمات؟ يلا نكتب الكلمه. ها نمبر 1 هتبقى ايه الكلمه اللي ملهاش علاقه بباقي الكلمات.
شكرا يا هنا. يلا نكتب مع بعض كده، ايه اول حاجة هنا؟ نمبر 1، ها مين هيكتب نمبر 1؟ كربون دكسيد جاز والووتر والسلايت. انا فاكر كده ان الميس قالتها من شوية ان هي من البيزك نيد، وقالت لنا الميس ان الاكسجين جاز مش محتاجينه في عملية الفوتوسينس بروسيس. السؤال الثاني، روتس، ستيم، ليفز، سانلايت، ايه الكلمة المختلفة هنا؟ الروتس دي افكر كده جزء من تركيب النبات، structure of plant، كذلك الستيم، كذلك الليفز، هي دي sunlight، لان بقية الاجزاء plant structure، roots، stem، leaves، roots، stem، leaves، ودي المكونات الاساسية in most of plant. تمام، ممتازين معايا، هايلين، شكرا يا لمار، ممتازة طبعا، صليت، اكسلنت يا هنا. طب نشوف نمبر 3، جرين بلاند، شيلتر يعني مأوى، ووتر، صليت. في حاجة هنا مختلفة في الجملة، في الكلمات دي انا شاورت عليها، شيلتر، لان النبات البلانت موجودة need water، need sunlight، لكن مفيش الشيلتر دي تخص الهيومن اند انيمال. في اسئلة تاني؟ لسه في اسئلة تاني، نشوف السؤال اللي بعد كده. scientific term، افكركم scientific term ده يعني جملة بتحط مكانها كلمة بتعبر عن الجملة اللي قدامك. number one، the living organisms that can make their own food، مين الكائن الحي يا ولاد اللي بيقدر يعمل اكله بنفسه من مواد بسيطة؟ يلا عشان وقتنا الجميل بيمر بسرعة، هقول الإجابة green plants. أشوف طب عشان الناس الجميلة اللي معايا ما تزعلش إن أنا ما بصيتش على الإجابات. تمام، برافو، شكرا، شكرا ليكم، ممتازين. number two، vital process، عملية حيوية، that takes place in green plants to make them to make their food survive، يعني بتجعل الكائن الحي اللي هو الجرين بلاند makes them survive، ان هو يعيش. ايه هي الفايتال بروسيس اللي بتتم في الجرين بلاند؟ المساله تقسمها اجزاء صغيره عشان نعرف نكتبها، عمليه الفوتو سينثيسيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي. نمبر 3، the part of the plant، افتكر مكونات structure of the plant، absorbs water and nutrients from the soil، ايه من البلانت structure part بيقوم بامتصاص absorbs water and nutrients from the soil؟ انا سامع حد بيقول root، برافو. number 4، the part of the plant responsible for، يعني مسؤول عن making its food، مسؤول من المصنع بتاع النبات اللي بيقوم بعملية الفوتوسينس بروسيس، الجرين ليفز. ابص كده على الشات اشوف طلابي الجمال، برافو يا لمار، برافو يا هنا، اشكرك جدا، لازم اقول لك شكرا. تمام، اكسلنت، وكمان لامار، ممتازة، أنا عايزاكم كده كل مرة أشوفكم معايا، والروت ممتازة، ممتازين، اكسلنت، هايلين والله، إيه طلبة ممتازة، أشكركم. نشوف طيب في سؤال تاني، يا ترى في سؤال تاني ولا خلصنا؟ نشوف في سؤال تاني. right wrong، all plants have roots, stems and leaves، right، تمام. number 2، plants need water and air only to grow، هل البلانت بيحتاج الميه والاير بس؟ لا، بيحتاج كمان الايه؟ السنلايت. stem of the plant absorbs water from the soil، هل الستيم الساق بيمتص الووتر from the soil؟ no، الروت. number 4، plants use energy اللي هي بياخدها من sunlight to make their own food، sure، right miss، طبعا. number 5، photosynthesis process take place in the plant root، هل البلانت root هو اللي بيقوم بعملية الفوتوسينس process؟ لا، مش ممكن طبعا، wrong،
تمام. طبعا انا ممكن اشوف الحلقه مره تانية، وقبل ما الاجابه تظهر اجاوب في ورقه واشوف اجاباتي صح ولا غلط. دي اخر صوره معانا. تعالى نعمل ليبل للميسنج نمبر. The opposite figure represents the green plant. Answer the following question. يعني تعالوا نشوف الليبل نمبر 1. شايفين نمبر 1؟ قاطعين واحده منهم اهي وبنشاور عليها. طبعا 1 دي جميله جدا، ودي مصنع الفاكتوري ميكينج فود فور بلانت ليف، ورقه او ليفز هتبقى صح. نمبر 2 فول حراتي ده يا اولاد، جميل مفيد، يبقى ده الفروتس. طب تعالوا ننزل تحت شويه. نمبر 3 هو عامل كات لجزء منه اللي هو اندر ذا سويل، يبقى ده ايه يا اولاد؟ روت. شكرا. نمبر 4 اهي البيضه الجميله دي، وايت كلر، اتس ا فلاور. يس، وات اباوت ذا ابر بارت اباف ذا سويل which carry leaves, carry flowers, carry fruits, is a stem. يبقى هنا ممكن يجيب لي المست، جيب لي ورقة وعليها الرسمة ونقصة missing number للبارت of the plant واكتب البيانات. الناس الجميلة اللي بتحب الرسم ممكن ترسم بنفسها في ورقة الرسم، sketch بتاع الرسم البلانت، complete plant، وتبدأ تضع البيانات على الرسم وتقدمها للمس. تمام؟ تقدمها للمس. أشكركم جدا جدا على حصتكم الجميلة، بجد أنا سعيدة بيكم الناس الممتازة اللي اتفاعلت معايا على الشات، أشكركم. ولامار تحياتي لك يا لامار، ممتازة. قبل ما نروح كده ونقول باي باي أقول لها شكرا وبرافو. وكمان فارس، اكسلنت يا فارس، انا سعيده بيكم جدا النهارده في اول يوم دراسي، ويلكم باك تو سكول. اشكركم جميعا على حصتكم الجميله، سعدت بيكم النهارده جدا جدا جدا، طولت عليكم شويه. وتحياتي ميس امل محمد معلم كبير علوم، مع تمنياتنا بالتوفيق جميعا ليكم الاداره العامه للتعليم الالكتروني. باي باي، وقابلكم يوم الاربعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.